مساء الخير، انا محمد حمزاوي استشاري عقاري من شركه ريل سبيس. بتدور على مكتب اداري في الحي المالي باستلام قريب؟ بتدور على سعر افتتاحي للمشروع يكون معقول بالنسبه للي حواليه؟ تعال اقول لك هنقدر نشتري فين. في البداية كده خلينا أكلمك عن المطور، هو شركة جدير للتطوير العقاري، شركة من 2006 هي موجودة في السوق، ليها مشاريع في بيت الوطن سواء في أكتوبر أو التجمع، ليها 3 مشاريع في الداون تاون منهم 2 سولد أوت وتسليمهم قريب وهم كلاود 7 وكلاود 8، ومشروع كود ده كمان عندهم على السنترال بارك مباشرة في قلب الداون تاون. النهاردة بقى بتطرح أجدد مشاريعها في الحي المالي واسمه أوبكس، مشروع مكون من أرضي و7 أدوار هيكون إداري بالكامل. اللوكيشن بتاعنا قريب من البنوك والبورصة المصرية، كمان قريب من محطة المونوريل والاتوبيس الترددي، يعني ده بيضمن لك سهولة الوصول لمكتبك سواء ليك او للموظفين او للعملاء بتوعك. مميزات المشروع عندنا انه اقل متر سعر في الحي المالي متشطب بالتكييفات، كمان واخدين رخصة البناء وبدأوا بالفعل انشاءات في الارض. المميز ان هو استلام قريب وفي نظام سداد طويل، يعني احنا بنتكلم في استلام سنتين وده مش موجود دلوقتي فعلا بالسعر اللي موجود ونظام السداد. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الاسعار ونظام السداد وفرص الاستثمار اللي موجوده دلوقتي، ممكن تتواصل معايا على الرقم الموجود على الشاشه او من خلال اللينكات اللي موجوده في الديسكريبشن.